شفت الموت يعني 4 مرات نحرق، شفتها الموت وماتوا قدامي. أنا تو حاط الحرقة في مخ، مش نرجع بحاول ليه، مش نرجع. خويا تموت مرة ما تموتش 200 مرة كما يقولوا فيها، موت مرة بركي خويا خلي يقرا عليك فاتحة وترتاح. طبعا هذه المغامرة مغامرة قاتلة، ولذلك تقريبا سنويا تحصي المنظمات الإنسانية آلاف المفقودين. ساهمت في وصول 180 نفر ووصول تام، معناها ما مسش بدنه الماء من شط لشط. كيف تقول لإنسان ميت لا تخاطر بحياتك وهو لا حياة له؟ حكايات كثيرة نسمعها كل يوم عن شباب من مختلف الجنسيات يحاولون الهجرة من ضفاف المتوسط، تنتهي أغلبها بمصير مؤلم. قصص لشباب لم يعد للبحر هيبة أمام إصرارهم على تحقيق أحلامهم بغد أفضل. ورغم كل قصص الموت وصور الأجساد التي لفظها البحر وطفت فوق أمواجه، تستمر مشاهد الشباب الزاحفين في قوارب غير مهيئة، محاولين الهرب والخلاص من ظروفهم المعيشية القاسية. سوف نتعرف في هذه الحلقة على قصص لشباب تونسيين مع الهجرة السرية وسعيهم لتجاوز الظروف التي حكمت عليهم بالعيش على هامش الحياة بدون عمل ولا أفق لحياة كريمة، معتبرين حياتهم متساوية مع الموت. أهلاً بكم في تونس، أهلاً بكم في عين المكان. وقبل أن يلفظ البحر جثث الحراقة، كانت الأحياء الشعبية هي أول من لفظ الشباب الحالم بمستقبل أفضل في الضفة المقابلة من المتوسط. وإلى تلك الأحياء توجهنا لنتحدث عمن خاضوا التجربة وأعادتهم الظروف إلى أول محطاتها، ولم تثنهم مواجهة الموت من تكرار الرحلة. الراجل الوقت تقوله تقول له هات سيجار وقولك ما عنديش يتقهر، واللي يدخل ليدو يجيبه بشيخ وقهوة ما يلقاش يتقهر، ويعرف روحه معناتها يخدم من خدمته متقطعة، ينجم يخدم نهار ويقعد بطال جمعة، قل دخل شهري ضعيف عنه ويقولوا نحن 450 دينار وين باش تروح بيها؟ كري ضو ماء قراية عيد كبير عيد صغير صغار روحك دواك تولي تحرق وتحرق وحدك، لازم حتى كم ما لقيتش حراق ممكن تمشي تعوم وحدك. خدمتني الحرقة، عندي ولد خالتي حرق التالي، خدمتني قلت له ولد خالتي حرق التالي كون عمل فلوس جايب كراهب عمل ديار، خدمتلي برا عامل كيما ولد خالتك أحرق. أنا ما فماش خدمة في تونس جملة مسكرة، ديما نحب الأوروبا، ديما ندم ماذا بيا تو راني غادي مسافر، راني نحب ديما نحب الموت على الحرق. أنا ما تعيش في تونس. طليني يسألني قال لي علاش ما تجيوش نورمال، معناتها علاش ما تمشيش تاخذ فيزا وتدخل عادي كيما، خاطر قلت له في بلادنا ما يعطيكش كنترال يسمح لك انت باش تطور في الخدمه ولا باش تاخذ فيها سين اساس ولا باش تعمل فيها كونت، معناتها تخلص على طريق بانكا باش يولي عندك كريب ولا مونتون معين تخرج بيه، مع دي غارانتي للدوله انك تمشي سايح وترجع له، فهمت؟ جيت 3 أو 4 مرات حرقت على جال الفاميلي، يعني انا في تونس ما تعيش شيء، مش باش تخدم، مش يعطيك 20,000 باش تعيشك في تونس. انا يعني تونس بابا تونس تعيش تونس، وماذا بيا نحب نزيد نحب نرجع راه تو انا حد الان حاط الحرقه في مخي، انا تو حاط الحرقه في مخي باش نرجع بحاول ليه باش نرجع. صحفي تونسي مهتم بشؤون المهاجرين السريين في ايطاليا، مليء بقصص الحراقه ومغامراتهم والأهوال التي عاشوها بين اليابسة والبحر، ساعدنا على رواية القصة وإن كان في دردشة عن بعد عبر الفيديو.
الرغبة في الهجرة هي جراء ونتيجة صورة النجاح الاجتماعي. بالنسبة لنا الهجرة هي الثروة، ما تجيناش نمشيولها. وهنا يلخص العالم الديموغرافي الفرنسي ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله: إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات. كيف تقول لإنسان ميت لا تخاطر بحياتك وهو لا حياة له؟ ظاهرة الحرقة وهي مصطلح يستعمل في المغرب العربي، وقد ظهر في بداية التسعينات للدلالة تحديدا على الهجرة السرية البحرية التي لا يحتاج فيها الشاب إلى أي وثائق، ويعتمد عادة قوارب الصيد البحري أو زوارق سريعة إلى غير ذلك للوصول إلى الشواطئ الأوروبية وتحديدا الشواطئ الإيطالية أو الإسبانية. وهي ناجمة عن جملة من العوامل، لعل أهمها أولا فرض التأشيرة على مواطني المغرب العربي منذ سنة 90، ولذلك وجد الشباب أنفسهم أمام هذه المغامرة القاتلة. طبعا إلى جانب عدة ظروف أخرى لعل أهمها حالة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. خلال هذه السنة ثم مئات كبيرة متاع هجرة غير نظامية، ثم أكثر من 250 ضحية على الشواطئ التونسية، وهو رقم لم نشهده منذ سنة 2011. إذا حاول المنتدى بمعية شركائي في المجتمع المدني التونسي أنه يحسس خاصة الفاعلين السياسيين اليوم بأهمية قضايا الهجرة، بأهمية أن تكون هناك مقاربة تونسية واضحة في علاقة بالهجرة غير النظامية وفي مسار مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي. ودعمنا ذلك أيضا بتعاون مع شركائنا في المجتمع المدني الإيطالي. طبعا هذه المغامرة مغامرة قاتلة، ولذلك تقريبا سنويا تحصي المنظمات الإنسانية آلاف المفقودين الضحايا الذين تلفظ للأسف جثثهم على شواطئ المتوسط. ورغم كل هذا، رغم هذه الصور المفزعة، ورغم هذه المصائر، يعني هناك مصير للأسف مؤلم، ولكن رغم كل هذا هناك إصرار على المواصلة في هذه المغامرات القاتلة. خوي تموت مرة ما تموتش 200 مرة كما يقولوا فيها، موت مرة بركي خوي خلي يقرأ عليك فاتحة وترتاح، أما ما تقعدش تموت كل يوم خاطر بنتك مريضة باش تشري لها الدواء، تمشي توطي للي ما عندوش، وتو مجتمعنا ما يرحمش. التونسي مل، ما عادش يحب يخدم من الآخر، مل خاطر هو كيما يقولوا كزمل يدور على الرحى نتاعو، ديما يرحي وما وصلش حتى نتيجة، يكبر في عمر ويلقى روحه عالة على ولده مسكين اللي ما شافش حياته باش يبقى على عيل ولاده ولا مرته ولا ابوه، وما نجمش يخلي معناتها متاهة. لم يكن من السهل العثور على حراق يخاطر بسريته التي هي أساس عمله ويقبل التصوير ليشاركنا بعض أسرار المهنة وكواليسها. وبعد بحث حثيث وجدنا ضالتنا واتفقنا مع أحدهم لمساعدتنا على سرد القصة، لكن يبدو أنه آثر عدم المخاطرة بأثمن أدواته وهي السرية، فكان هاتفه مغلقاً كلما حاولنا الاتصال به. وا صديق سافا، لاباس عليك؟ شلون صح؟ وينك؟ هاني فاكر البلاصة تفهمنا عليها باش تقابلوا فيها. هاي نسالنا فيك غادي نطبطع شاي. اوكي يا باي باي. ولأن القصة لن تكتمل دون شاهد عيان عاش التجربة بتفاصيلها، مكننا إصرارنا من العثور على حراق سابق وافق أن يشاركنا مغامرته التي ما زال يتذكرها بتفاصيلها وحتى بأحاسيسها. كلمة وسيط كبيرة برش على التيار التونسي، من الجميل نمش حتى واحد يكون وسيط، خطر الحرقة مسيبة على 1380 كيلومتر اللي يمثل الشريط الساحلي نتاعنا. من تفهموا شوية تبدأ تشوف الحرقة وانت تخدم كإنسان يخرج في الحوت باش يتباع، تولي تطمع باش تولي تحب تمشي كيفهم تحسن وضعيتك، من تولي تطلع وما تمشيش معاك تولي تعرف ثنية وحدك
تجرب بقطعة ومشيت تشوف أصحابك متاع بحر، كله يخرج من البحر بطبيعته، وتطبيق يصير على الأرض بوسط آخرين في تراب تونس كل، وموجودين عند الناس كل أسوام أقل سوم يكون 5 ملايين حتى 20-30 مليون في يوت. هذه الحرقات المتطورة، هذا بما يخص باش نكون وسيط. كنت الساعة بحار قبل وسيط. تكون انت في بلاصة ويوصلك معتها معلومة متاع البلاصة ذيك فيها شكون يوصل عبيد معتها قبلي، نمشي للبلاصة اللي فيها معتها الموضوع هذا متاع الحلقة، نلوج بشوي بشوي، نجم نقعد جمعة، نجم نقعد شهر، المفيد لازمني نقعد نلوج برشا باش نعرف لشكون انا باش نمد فلوسي وشكون اللي باش يوصلني، فهمت كيفاه؟ يتم اجتذاب العناصر اللي تحب تغادر تراب الوطن على طريق الوسيط اللي هو معروف باسم الجوكر، اللي يخرج يمشي من كل الولايات موجودين، كل واحد يجيب معاه 10 من الناس مثلا اوبسيون يمشي هو بلاش، او كي تحب تحرق انت ولا كنت غادي وتحب ترجع ومليع برا جيب 10 ويجي تمشي بلاش كقطعة كبيرة تعمل 20% تصطاد وباش ترجع نقولوا كركارة ولا بالانسي كبير متاع 18-20 متر، يطلب يحب 60-70 بشر، يصيب 6-7 جوكرة في مختلف الولايات، وتكون المناطق الداخلية البعيدة على الحدود باش ما يقولوا ما في ذهنه هو، هذا فيما يخص الهجرة والتسفير في العهد القديم، في ذهنه هو ما يتحرقش ما يتشدش. مي توا ذيك اكثر عمليه ننصح بها الناس كل ما عادش تعملها، كي يجي جوكر يقول له تحب تحرق وعندي ثنيه وهيا ما يعتمدهاش خاطر راهو باش يتشد ومازال ما شافش الماء. ديما اللي كونتاكت اللي يصيروا بار ريزو هذا ما نوامر بريفي ما حتى هو اللي يطلبك نجمش تحصل عليه، تبدا ينجم يكلمك نص الليل الاربعه نتاع الصباح ماضي ساعه في وقت يبوزيك في البلاصه اللي حاجته بها هو، تطلع في صافيه مسكره، صافيه مسكره تزك تراجي طويله ما تنجمش تشوف فيه انت ومع شكون، مع حتى العباد اللي معاك بريسك ما يحطونيش اللحوم بعضهم، ديما يفرقونا على بعضنا على المشاكل على برشا حاجات. نوصلوا البلاصه يهبطونا في بلاصه كالعاده، يا تكون فيرما قديمه يا في زيتون يا حاجة مفيد بعيد على الحركة بعيد على الموفمون، ما تعرفش البلاصة اللي تخرج منها منين ولا قديش انتم وين باش يوصلكم، وإذا ما كل ما تعرفهمش إذا ما أسئلة تكتشفهم من بعد. تعرفت على واحد من المهدية حراق هذي، عطيته نمرو هي قلت له فهم على حكاية، قال لي راهو حكاية 4-5 ملايين، قلت له عاونا نشوف كيفاش ظروفهم صحيبي هو باه، حسيلو دبر 3 ملايين منا شوية لأمي مرقت على حية دبر 3 ملايين، قعدنا 3 أيام في المهدية في جونة غادي ما برشا ما مخلطين من زاز الباب من باجة من تعرفنا على بعضنا في بيت صغيرة قعدنا غادي كان ماكلة جينا فهمت هكاو 3 أيام بعد في الرابع يوم في الليل حرقنا. في السنوات الأخيرة أصبحت الحدود مصدرا للربح، وطورت شبكات التسفير من عملها الذي كانت بداياته بطرق بدائية وعشوائية إلى عمل تنظيمي سري يصعب اختراقه. الحرقة فيها نظامين، نظام قديم ومعاش معتمد ومن المستحسن يتنحى اللي هو يعتمد التسفير على الوسيط، تو معظم الناس اللي يوصلوا لأوروبا ناجحين بمبلغ مالي معين الكلهم على طريق ناس تملك قطاع بحرية كسوة للسياحة أو للصيد الخفيف، القطيعة ذيك مماليها مواطنين تونسيين عاديين شارينها بأمور عادية مقيدة في الدفتر البحري معروفة لدى الأجهزة الأمنية البحرية اللي تخدم والأجهزة الأمنية البرية كسوة حرس وطنية وشرطة. رأي أكثر العمليات الناجحة 100% كونه كل مالك لقطعة يحب يدخل مصدر مال جديد يخرج مجموعة الأولى بحسابه هو يوصلهم يهبطوا، تنجح العملية ذيك الناس ذيك
دخلت للتراب الأوروبي هي اللي باش تشوف شكون من أهلها ولا من أصحابها برا الفلان، برا الفلان، فلان ما يعرفوش هو. هذا بأمر من مالك القطعة الأولاني وأنت مازلت على البر. كان عندك شكون يحب يخرج، أنت ياك مشيت بلاش. كان عندك شكون بثمانية ملايين نوصله كيما وصلتك أنت في ستة ولا ثمانية سوايع ولا عشرة سوايع، أنت والبلاصة اللي باش تخرج منها من المشاريع الحدودي التونسي. تولي عندك عملاء يوفروا لك في الناس اللي تحب تغادر الوطن هذايا بغية أحلام كسب الرزق والعالم الوردي اللي حكينا فيه في أوروبا. تكون الناس اللي تجيك على طريق ناس انت اللي خرجت هذيك، وهكذا دواليك انت وقوه مقطعتك وانت وخبرتك وانت وشجاعتك. جانا للحراق هاي قال باش حضروا رواحكم، حضروا يا البنات، طلعنا في البراسي ومشيت. قعدنا ثلاث ايام في البحر، ما هي الوحده قمبازت، بدينا نعيطوا، ناس تعيط وناس تبكي وناس مفجوعة وناس اللطف. حسيلو وصلنا هاك، فما اللي تايش روحه في البحر خاف، جي على روحه الله أعلم حي ولا ميت ما نعرفش من فجعة. واللي عنده قلاية باهية هاك يحمل ويسكت. نشوف الليل وقتها في الدنيا ليل، وفي الصباح كي طلع الفجر الدنيا ظلام، معناتها ذباب ذباب، وكي بدات تكشف الذباب معناتها لقينا الجزيره ورانا، فهمت كيف، فيها البونتا لاري لقيناها ورانا. قلب علينا البحر بصفه غريبه، معناتها بحكم ما احنا الفلوكه تدخل في الماء، وركبنا الترمبه في البطاريات، معناتها فهمت شو احكي لك، اللي ركبناهمش الكوسيات بالمقلوب، حاسيلو البطاريه تشربت ما عادش ديماري القطعه، فهمت لي. وقعدنا هكاك لمده ثلاثة ايام، معناتها الليله اللي خرجنا فيها اخر ليله في الثياب ذكرها بالسبت، وداخلين على حد. وقفونا غادي حاسيلو، قعدنا جي اربع ايام وقفونا، وبعد سيبونا وغادي كل واحد شب ثنية، اللي عنده في شكون صحابه مشالوا، واللي عنده فاميلت، وانا ما عندي حد، عندي حد. كنت عرفت على واحد غادي رجل الامور، دبر لي خديمه بشوي وسكنني معاه غادي بشوي بشوي، كيما قلت لك تحت المخدرات، بديت نبيع في المخدرات نتشد. اذا عرضتك البحريه التونسيه في المياه الاقليميه نتاعنا باش يدوروك باش يشدوك، اذا انت خرجت من المياه الاقليميه التونسيه القطعه البحريه التونسيه بنا صفه باش تخلط عليك. وكان صار لك بان وهي تحاوس فيك في مياه اقليميه دوليه اخرى، ساتيليت باش يجبد من بعد، اللي هي فاتت مياهها الاقليميه وطارداتك، باش يرجع العبء الكل على الامن التونسي اللي هو اقتل ولا ساهم في موت ولا كان سبب في حدوث كارثه بحريه. ما تنجمش تغادر جملة مياهك الإقليمية إلا في حالات الطوارئ واللي هي إرهاب، وتكون معاك البوليس الدولي معزز بطائرة هليكوبتر ولا بزورق سريع، ولا باش تتم عملية المطاردة بموافقة الاتحاد الأوروبي، هذا فيما يخص حوض البحر المتوسط. فما محاوليات معناتها فشلت، زاد بالفشل ما وصلناش، فما محاوليات ضعنا فيها، قعدنا بثلاث أيام. ثلاثة أيام معناتها فوق زرقاء، اللوط زرقاء، العباد ترد من الدوخة متاع البحر، العباد ترد وما فهمش الماكلة، معناتها أكثر من الدخان ما عندناش لا ماء لا ماكلة، فهمت ولا. والفلوكة بدأت تدخل في الماء، خاطر في الدخول، وقت الدخول فمعانا صغار ما يعرفوش يعوموا، معناتها الرئيس دخل بها للشط، كي دخل بها للشط معناتها تشحتت الفلوكة، تحلت شوي، فهمت. والله فيما يخص تجربتي الشخصية في عالم الماء والهجرة السرية أول حرقة كيما يحب التونسي يسمعها نحب نحرق، فيها الباهي وفيها الخايب. الخايب هو الخوف كونه يموت لك شكون، والباهي كونه الحمد لله ما مات لي حتى واحد وما تسببت في ليعة أم حتى واحد بحكم حنكة التدبير والقطعة اللي باش يتم استعمالها الكل تتراجع، كأنه معناها إنسان داخل قاعة العملية باش يعمل عملية، هذيك القطعة نتاعك في البحر هي حياتك أنت وحياة اللي معاك. ساهمت في وصول 180 نفر ووصول تام، معناها ما مسش بدنه الماء من شط لشط، موجودين حاليا في أوروبا، منهم اللي تزوج، منهم اللي رجع، منهم اللي مازال يعيش غادي،
وهما خرجوا زاد أقربائهم وولاد عمومتهم وولاد حومتهم ووصلوا لباس و... حتى أنه في مرة من المرات معناها أصبنا بقطعة من الخشب على عرض البحر، معناها تسبت في تدفق الماء للقطعة، تعبيت القطعة بالرعب معناها بالخوف تاع الموت، دينا فرغوا في القطعة اللي حتى العبور باخرة طليانية وقفت، اللي هو معناها يمنع عنها التقاط علمة علينا، وقدت ويقف حتى لنجاهنا الإمداد من إيطاليا. 50 واحد نجاو كلهم ما تبلوش جملة، وصلوا جوهم به. هذيك اللي بقات في راسي معناها كونوا 50 بشر كانوا باش يموتوا لولا معناها سترة ربي والقطعة البحرية الإيطالية اللي وقفت أنقذتنا وأنقذت الناس وعالجوهم معناها بالماء وبكل شيء وباحترام، كان ما فما حتى معاملة خشينة، وصلوهم الكل. ظروف عيش الحراقة أو المهاجرين غير شرعيين في إيطاليا وخاصة في مراكز الترحيل صعبة جدا. علاش؟ خاطر هم هنا أيضا هم ضحايا مافيا إيطالية تتاجر بهم كيف ما تاجروا بهم في بلادهم، مع العلم أنه إيطاليا تدفع حوالي 30 يورو على كل مهاجر غير شرعي كل يوم يومي لتوفير كل ما لازم العيش داخل مراكز الترحيل. وهنا أذكر أنه 30 يورو اللي تعطيها له الدولة، المهاجر لو صارت معجزة توصلوا منها 10 يورو. وفي المراكز المخصصة لا للترحيل بل للاستقبال مثلا طلبة اللجوء اللي يطلبوا اللجوء، القاصر إيطاليا تعطيه في اليوم 45 يورو والفوق 18 تعطيه 35 يورو، وطبعا مستحيل يوصل له المبلغ كامل. الحارق والحراق هما أضعف حلقة في هذه المنظومة. يصطدم أغلب الشباب بواقع مرير في الضفة الشمالية، خاصة من لم يحالفهم الحظ واحتجزوا بمراكز المهاجرين، حيث يقبع الآلاف منهم ومن كل الأعمار في ظروف لا أمل ولا أمان فيها. أما من وصلت قواربهم في غفلة من خفر الحدود فيجدون أنفسهم فريسة لظروف لا إنسانية وقاسية. ذاكرة الشباب تعمد إلى محو حالات الفشل. قد تكون لنا عشرات مئات الحالات من الفشل، يعني هناك من سافر ووصل ولكن لم يبني ثروة ولم كذا كذا، وتم إعادته في شكل من أشكال الترحيل القسري. هناك شباب يعني انحرف واندمج في شبكات المخدرات إلى غير ذلك. كل هذه الحالات يقع محوها في الذاكرة، ولا يقع الاحتفاظ إلا بالحالات النادرة من النجاح. وهذا أيضا ما يفسر هذا الإلحاح والإصرار على الهجرة رغم أنها تكاد تكون مغامرة قاتلة ومميتة. شفت الموت يعني 4 مرات نحرق، شفتها الموت وماتوا قدامي، شفتهم كيفاش ماتوا قدامي في البحر 4 مرات. قلت نحرق الموت ناوي على الخامسة. أنا عمري تو 52 سنة، مشني صغير كبير، وناوي على الحرق. هاني نحب ماذا بيا أنا غدوة نصبح في إيطاليا تحرق ويلقى حاجات أقوى من اللي كان يشوف فيها في تونس، ككريمينال، كمخدرات، كمافيات، كجرية باش ترقد فيها راك تخلص 25 يورو معناتها، وما يكري لكش في النوار. ما ننصحش خاطر يكون تجربة اللي ضعيف وما يقداش يوصل غادي يروتي بلوك.